اخوي اعلنوا فيلم بير هيرا بيري الجزء ايه الثالث، وقاعد يقولون ان المخرج ايه راح يكون فرهاد سامجي اللي سوى باتشان باندي وهاوسفول. والله اذا كان هو الله يعيننا فالكل قاعد يقول اذا هو يعني الله يعين. الله فكنت يعين. ابغى اعرف منك، هل ما تعرف معلومة هل هو المخرج ولا مخرج ثاني؟ لا حتى الان والله ما اعرف شو اسم المخرج، بس اذا هو الله يعيننا كان المخرج المفروض يكون نيرج اللي توفى الله يرحمه، هذا اللي ايوه اخرج الجزء الثاني، ايه هذا ممثل كوميدي نيرج، معروف. شايف ايوه هي فيلم هي شو اسمه فيلم اكرم هذا. لا كاتاكي بياليهو ايوه مع سلمان خان اللي يكون معاه في الغرفه، ايوه هي شفت صح فيلم صحيح، دور ولا دور سنجيدات ما ولا سنجيدات، ايوه هي سنجيدات موجوده، ايوه هي الجميل بلا عرفتها هي. مدوكا. شفت شفت الشرطي هذاك اللي ايوه هي مو متين هو، الشرطي اللي هو في الجنجل يكون هذا فنان مثل هذا ايوه نيرج شاي باندي نسيت اسمه، هذا هو كان مخرج الجزء الثاني. هو يكتب سيناريو حلو بعد على فكره، هو كاتب سيناريو وكتب سيناريو حق الحوارات حق عامر خان بعد، فكان مسوي الجزء الثالث مجهز لنا. للاسف اكشي كومار هو السبب تعطيل هذا الفيلم. انا جلست مع ايوه سينو شيتي وسويت مع لقاء سينو شيتي، بتحصلونه في قناتي في اليوتيوب. ايه شفته. اللقاء كان في سنه 2019 وسالت سينو شيتي قلت له متى هيرا بيري؟ اوكي، اني نيوز اوف شام كاركتر ان هيرا بيري بارت 3؟ Yeah, we are working on it. It's a legendary film, yeah. Babu Bhai, Raju Shyam, and we are working on it. But you know, the thing is, it's a big film. It's a difficult composition. It's a difficult coming together of actors. So we're working. Hopefully, you'll see it next year. Hoping. I hope so. Yeah. I'm waiting for that. Thank you. Yeah. قال بنيجي إن شاء الله بنسوي، مش متأكدين بس قال إن شاء الله بنسوي. فانا عارف من جوابه ان السبب الرئيسي اكشي كومار. اكشي كومار وايد جشع طماع، ايوه استغفر طماع. الله العظيم. يعني هو يمكن حقه هذا، خلاص هو راح نجم كبير، يمكن انه يشوف ان الماده، بس الماده مو بدايما يشوف الماده من كثر ما يفكر بالماده. الحين شو صار اكشي كومار؟ صح الحين اكشي كومار 9 افلام ترسب له ورا بعض، وفيلم صحيح، سيلفي ما يجيب الا 2 3 كرور افتتاحيه، 2 كرور. ايوه 2 كرور وش نص، يعني حرام. يعني وين اكشي كومار؟ اكشي كومار الحين لازم يجتهد اكثر، يا يعني انه يوقف يا يعني يرتاح. انا سويت فيديو قبل سنتين عن اكشي كومار ان العنوان ماله اكشي كومار في ورطه، كتبت حتى بالهندي بعد اللي سويت للفيديو، وسويت بالعربي. ليش؟ انه عنده افلام جالسه على الفاضي بسبب كورونا، وراح ينزلها ورا بعض بعدين وراح تفشل. وانا كنت طيب. هذا البريدكت مالي موجود وموجود في اليوتيوب. انا ما بتكلم عن البريدكت مالي، بس بتكلم ان اكشي كومار السبب الرئيسي في تاخير فيلم هيرا بيري. هيرا بيري كان الجزء الثالث جاهز. شوفوا اللقطه من الجزء الثاني شو، ان اكشي كومار يا انه ينقذ الفلوس يا ينقذ نفسه وشيء كذي، صح ولا لا؟ لا، عند يبغى الجسر يشيل بيشيل المسدسات. فلوس، ايوه، ايه بس انه شو يبي ينقذ نفسه وشيء كذي، فهو متعلق. فهو كتب المخرج انه في جزء ثاني مال الجزء الثالث، ايوه يعني اصلا مجهز الجزء الثاني، وهذا الجزء الثالث يعتبر بير هيرا بير يعتبر الجزء الثالث. الجزء صحيح. الثاني شيء ثاني مفقود، الحلقه مفقوده، القصه مفقوده. ايوه ف يوم راح عند ناديا دوالا اللي هو المنتج اكشي كومار، عنده كان طلبات. الطلب الاول قال انا مستعد لكن تعطيني 70% من انتاج الفيلم او ارباح الفيلم. قال كيف 70%؟ تو ماتش. يعني مخرج هذا قال خلاص، راح قال له مع السلامه، وجاب نفس المخرج اللي هو توفى هذا، قال غير البطل، فكر لي بشيء ثاني. فاعطاه فكره، قال شو رايك ان اكشي كومار ما كان موجود في الجزء الثاني؟ هيرا بيري يعتبر الجزء الثالث على فكره. ايوه بير هيرا بيري يعتبر جزء ثالث، ركز معي. كيف جزء ثالث؟ لان الجزء الثاني ما سووه، بيسوونه بعد المستقبل عشان تعرف الاحداث ايوه المستقبل. ايوه فقال شو رايك نسوي جزء ثاني انه ما كان موجود اكشي كومار، اللي اسمه هيرا بيري الجزء الثاني، بنجيب ابيشيك باتشن جون ابراهام، على ايوه اساس صح. لو سوينا الجزء الرابع ان شاء الله يوافق اكشي كومار. فهذه كانت الفكره، وجابوا ابيشيك باتشن واعلنوا بعد. وجون ابراهام واعلنوا وصوروا 5 ايام. اخر شيء فيلم ويلكم باك مال نفس المخرج فشل ايوه داخل جون ابراهام، جون ابراهام فخسر وايد فلوس. يمخسر قال خلاص انا ما اقدر اسوي هذا الفيلم، ما عندي بجت. فابيشيك باتشن طلع، جون ابراهام طلع، والفيلم صار شيلد خلاص. راح رجعوا مره ثانيه باسم الجزء الثالث، وراحوا عند اكشي كومار يتحايلون معاه، ما في فائده. اخر شيء قال المنتج، قال خلي ولي، خلينا نجيب واحد اللي هو صار ينجح وايد هاليومين ويمثل كارتك بدال اكشي كومار، كارتيك كارتك اريا. ايه
جابوا كارتكاريان كان موافق نوع الماء وظلوا يفكرون يجيبونه وهذا لين ما رجعت السالفة مرة ثانية شكومار بدأ يحتاج الحين وصل أيوة. في الحاكم وعشان كذي جاء رضا والذكاء من المخرج عفوا المنتج نادي أدوالة قال ننسى الجزء الثاني ونكمل الأحداث مال الجسر أيوة خلي الجزء الرابع اسم الفيلم أيوة. على فكرة هذا هيرا بيري فور مش ثري فور يعني بعدنا في جزء ثاني مفقود هل بيسوونه مستقبلا ولا ما بيسوونه الله العالم وفي نفس الوقت هو عشان يكون منهوس وقع تيسرا نمبر سليم تشار نمبر ليلونغا تاكي فيلم بنجاي تو بنجاي يه وقع فهذا كان ملخص الموضوع وأنا آسف طولت عليكم.